شباك شو في؟ ما في شيء اخي، ما في شيء. شلون ما في شيء اخي متصاوب؟ قال لك ما في شيء عرضيه، شبنا بس. طمني على الشباب كيف؟ كله بخير والحمد لله. لا ده كلام. يعني المره الوحيده اللي ما بكون فيها هيك بيصير معكم. انا ما يسمعنا اخوك شباب. شباك بس. لسه عيم حبي ريحه كل ليله. شو صار يعني؟ خلاص لا تاكل هم انت. انت منيح؟ منيح اخي، قلت لك اني منيح. الحمد لله على سلامتك اخي. الله يسلمك. اطلع ريح هلا انت ولا حرك انا. مشي. سيدي لا اطلق النار، واللي عمل التفجيرات والكمائن وقتل عدد كبير من جنودنا هن من حرس الصالحية. وبركي ما كانوا من الصالحية؟ لأنه سيدي جنودنا لحقوهن لقلب حرس الصالحية وصار تبادل اطلاق نار لكن هربوا. لازم نتأكد بالأول. شو بتريد تتصرف سيدي لنعمل؟ اللي بدك تعمله إنك تروح تنام لأنه مثل قلتك. روح! بأمرك سيدي. رح يجي يوم وحرق حارة الصالحية هي واللي فيها. أنا برجيكم. لازمنا كثير قماش بالمحل يا عبي. رح بنزل على السوق واتسوق القماش الناقص. يا ريت ابن عمي تتسوق لي شافة قماشة حلوة وتقيلة، خرج تفصيلة يعني. ومنشان شو بدك اياها؟ منشان لما روح اخطب ليقبر قلبي سهى اخذها معي. على عيني. على عيني وعلى راسي. تقبر قلبي ابن عمي. إلي يا أمو. مرحبا فتحي. خير. شو بدك؟ جاي حاكيك كلمتين بمعيه الشوارب الحلوه. بيناتنا كلام ما عاد في، والسيره خلصت، وهالنسب ما عاد بدنا اياه. شو بفهم من كلامك؟ يعني بتروح بتجيب الشيخ وبتفسخ كتب الكتاب، لانه لا انا ولا زمرد عاد بدنا اياك. وانا ما بدي طلق، ولساتني بدي اياها لزمرد. لا، هي بعيده عن اسنانك، وراح تطلقها وغصبا عنك. يا سيدي مو على كيفك ولا على كيفها. لا يا سيدي، على كيفي وكيفها، وراح اطلقها غصبا عنك.